مظهر، فنان تشكيلي عراقي مقيم في لندن بعد ما تركت العراق في أواخر 1978 في جولة بين عدة دول عربية، طبعا من العراق إلى المغرب أولا، من المغرب إلى الكويت، وتنقلي من بلد إلى بلد كان في الأغلب مصادفات وليس تخطيط مسبق. وأخيرا استقريت في لندن من عام 1990 إلى الآن، طبعا فترة طويلة من وقت تركت العراق، لكن كنت أتصور أنه دائما مع مرور الوقت على هذا المسافة البعيدة عن الوطن أنه ممكن أن تضعف صورة في الذاكرة، قد تضعف طبعا في الذاكرة أي إنسان يعيش هذه الغربة الطويلة، لكن أكتشف أنه دائما هذه صورة العراق تترسخ أكثر مع الأيام. ظهر هذا الحب للألوان وللرسم منذ دراستي الابتدائية، طبعا كنا نتنافس نحن صغار أطفال، نتنافس في الرسم ونبدي مهاراتنا في رسم هذا الممثل أو ذلك شخصيات من في الغالب من أبطال السينما طبعا، وكنا نجلس ساعات أمام ملصقات السينما لنقل بعض الشخصيات ونتبارى في من يرسم أفضل. أتذكر أن رسومي أثارت انتباه مدرسي في المدرسة الابتدائية، وله الفضل في أن ينبهني إلى أنني أملك مهارة ما أو موهبة، لأنه فتح لي أبواب المرسم وسمح لي بأن أستخدم الألوان، وكنت الوحيد في المرحلة في تلك المرحلة كنت الوحيد بذاك السن الذي له الحق بأن يدخل إلى المرسم وقت ما يشاء ويستخدم المواد الموجودة، في حين كانت حكرا على طلاب الدرجات أو الصفوف المتأخرة وليست صفوفي أنا. طبعا هذه كانت اللفتة الأولى للاهتمام بالرسم، وأنا وجدتها فرصة طبعا مع حبي للرسم أن تجد اهتمام من معلميك وأن تصبح رسام المدرسة، فبالتأكيد هذه يهتم يفرح بها أي طفل بذاك السن. طبعا في البيت كان بالتأكيد كان في اهتمام الأهل، أنه في وقت مبكر لاحظوا أنني أهتم بالرسم، هيئوا لي الألوان البسيطة من الألوان المائية وفرش وغيرها، فاستمرت استمر هذا الحب للرسم. وكنت عميد في تطوير قدراتي هذه، كنت أتضايق جدا عندما أعجز عن رسم تفصيل معين في صورة، وأحاول أسأل وأتقصى وأتعلم، أبحث في المجلات في الكتب، وساعدني أيضا وجود مكتبة جيدة في البيت، فمن هنا تطورت هذه الموهبة. ترسخت أكثر في المدرسة المتوسطة عندما حصلت على الجائزة الأولى لمدارس المحافظة، هذه الجائزة رسمت طريقي، تركت أي اهتمام آخر في أي جانب من جوانب الدراسة، وكأن قررت مصيري إلى الدراسة في محل الفنون الجميلة. طبعا في منتصف السبعينات كان معهد الفنون الجميلة في منطقة الكسرة، المبنى القديم، وكان أحد القصور الملكية، فنموذج رائع للمعمار في العراق، الأجواء كانت رائعة جدا، أنا أسمي تلك الفترة بالعصر الذهبي في بغداد، وكانت الثقافة في أوج أوضاع حالاتها. وكنا محظوظين بأن أساتذتنا كانوا من صناع النهضة الفنية في العراق، أساتذة مرموقين ومحترمين ولهم خبرة كبيرة، هم سبقوا عادوا في وقت قريب من أوروبا ونقلوا أول التجارب في الدراسات الأجنبية في الفن التشكيلي إلى
الطلاب، فكنا نحن من الدورات الأولى لنقل هذه الخبرة. كان الجميل جدا بهذه الخبرة أكثر منها أكاديميا هو أسلوب الحياة. كان المعهد بوسط بغداد، فكنا قريبين إلى مناطق تعجب الحياة مثل ميدان الحيدر خان، شارع الرشيد، نشاطات في كل مكان في بغداد، المسرح، في صعود، حتى أن في فترة دراستي عرض أول باليه في العراق، وكنت محظوظ لأني أنا وصديق لي زميلي حميد عبد الحسين نفذنا أول ديكور لأول باليه في بغداد، أظن كان شهرزاد اسمه، وعرض في قاعة الخلد. بعدها انتقلنا إلى مبنى المنصور، طبعا مبنى كونكريتي، نقلنا نقلة كبيرة جدا من أجواء رومانسية جميلة متصلة بفترة أكثر التصاقا بالعهد الملكي إلى مبنى كونكريتي جاف. لكن الذي خفف هذه الوطأة هو أن أساتذتنا أبقوا معنا. بعد أن أكملت الدراسة لم يسمح لي بمغادرة العراق، فلذلك كان لزاما علي أن ألتحق طبعا الخدمة العسكرية كانت خدمة قصيرة جدا وسهلة، يعني لم يكن لها أي أثر في حياتنا نحن مجموعة بالذات، لأنه في ذاك الوقت تطور التعليم بشكل كبير وكانت الحاجة ملحة لكوادر التعليم، فأعفي تقريبا كل الوجبات التي الطلبة الذين أنهوا دراستهم من الخدمة العسكرية وألحقوا بالتعليم. قضيت في التعليم حوالي سنتين وكانت تجربة.
جريدة الحياة ومجلة الوسط رسم الكاريكاتير وفي الكتابة أيضا أحيانا. هو ظهر الكمبيوتر في وقت في السنوات الأخيرة وأنا في الكويت، لكن كان عمل الكمبيوتر مقتصر على عملية تنظيم صف الحروف فقط. هنا اكتشفت وبالمصادفة أن هناك برامج في الكمبيوتر تسمح بالرسم، وكانت بدائية جدا بحيث أن لما استخدمتها استغرب الجميع، حتى المشتغلين في الكمبيوتر استغربوا أنني أستطيع أن أرسم على الكمبيوتر. ونشرت لي أول رسوم وذكرت، ذكرها المرحوم محي الدين اللباد في مجلة صباح الخير المصرية بأنني أول من رسم الكاريكاتير على الكمبيوتر. وكانت تجربة جميلة لأنه كما تعرف الآن الكاريكاتير الرسم على الكمبيوتر انتشر بشكل تقريبا يكاد يدخل في كل مجال. لكن عندما أتكلم عن بداية التسعينات وأن تستخدم كمبيوتر بطاقة 16 ميجا بايت فقط وبنسخة من الفوتوشوب هي نسخة 1.5، تستغرب أن نستطيع أن نستخدم هذه الأدوات البسيطة في الرسم وفي النشر، ليس للتسلية فقط. وهنا أيضا في 1991 أقمت معرضي الأول في لندن. بعدها طبعا أقمت عدة معارض، المواضيع تختلف، لكن لا أستطيع أن أفصل فترة لندن عن ما سبقها، لأن تجربة الفنان هي تجربة متصلة. صحيح تفتح نوافذ جديدة، خبرات جديدة، اطلاع على عالم أوسع أكثر انفتاحا من الأول، حرية في استخدام الأدوات، في التكنيك، في الاطلاع على تجارب الفنانين الآخرين، الفرصة التي تهيئت لي بزيارة متاحف لمشاهدة أعمال أصلية للمرة الأولى، حرية التنقل من بلد إلى بلد داخل أوروبا طبعا. لذلك قمت في، هو معرض واحد لكن اعتبره مفيدا في اسبانيا، لان اتكلم عن اسبانيا وعن بيكاسو وسلفادور دالي وتابييه وفنانين عالميين معروفين. تقدم عملك الى جمهور اختبر الفن بشكل جيد. انا افضل دائما ان اعرض لوحاتي لوحدي او في معارض، لسبب انه أن تكون، لأن دائما أختار موضوعا معينا، لنقل نسميه موضوعا أو بالأحرى هو حالة معينة، لذلك أجد صعوبة في أن أضعها مع حالات أخرى، فأكتفي بأن أقيم معرضا شخصيا. استمرت إلى حوالي 2002، كان لي المعرض الأول في طوكيو، وكانت تجربة مهمة جدا، تطلع على عالم مختلف تماما عن كل ما عرفته عن الحياة، يختلف عن الشرق رغم أنه بلدا شرقيا، ويختلف عن الغرب بشكل كامل. هناك أولا فوجئت بأن التواصل مع اليابانيين أسهل مما توقعت، ربما لأن معرض الأول الذي أقمته في اليابان كان عن الحلاج، وكانت معالجة لشخصية صوفية ولوحات تجريدية فيها نفس صوفي. اكتشفت لاحقا بأن اليابانيين ليسوا بعيدين عن هذه الحالة، وأنهم لا زال عندهم شخصية الدرويش الذي يسمى في الياباني داروما، ولا زالوا يعيشون في غابات طوكيو مع كل هذا التطور التكنولوجي وهذا التغيير الذي حصل خلال 50 سنة الأخيرة في اليابان، إلا أن هذا التراث الروحي لا زال موجودا. أيضا نجده في أسلوب حياتهم اليومية. نحن مشكلة الثقافة العربية أنها تحولت إلى، انفصلت عن الحياة اليومية للناس، أصبحت شبه نشاط للنخبة فقط، ومتصلة ربما بوسائل إنتاجها، كأن يكون اهتمام باللغة عند الشعر أو اهتمام باللون والتكوين والأشكال عند الرسام، وانفصلت عن بقية
عن تفاصيل الحياة اليومية، حتى عن حياة الفنان أو المبدع نفسه، يعيش حياته اليومية مختلف تماما عندما عن حياته هو ويكتب أو هو يرسم. في اليابان وجدت أن الإبداع بشكل عام، الثقافة بشكل عام متصلة بحياة الناس اليومية. بعد هذا المعرض وطبعا مع إغراءات الثقافة اليابانية تجدها في المباني، في الشوارع، في الحدائق، في السلوك اليومي، في المطاعم، في أي مكان تجد هذا المعايشة الحقيقية للثقافة. هذه الأجواء بحد ذاتها كانت مغرية، لأن أعيد التجربة أكثر من مرة، وأقمت عدة معارض، أقمت معارض في أهم مناطق طوكيو، في المراكز الأساسية لمدينة طوكيو. اطلعت خلال هذه التجربة على تجربة بناء اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وكنت أتمنى طبعا، المأساة وقعت، ليس بيدي أو بيد أحد، المأساة وقعت. فكانت التجربة مشابهة، تجربة العراق مشابهة لتجربة اليابان، يخرج من الحرب مدمرا منهكا. كنت أتمنى أن نتعلم من هذه التجربة، وخصوصا أن دروسها بقيت إلى الآن، لا زالت موجودة، ولا زال اليابانيين يعيشون هذه الحالة، كيف تبني من الصفر. كل الأشكال عند الفنان هي حجة، هي عذر، يعني المواضيع قصدي هي مفاتيح تسمح للفنان بأن يدخل عالم اللوحة. لذلك ما عد في فرق إذا كانت هذه اللوحة واقعية، تعبيرية، نقدية، أي تسمية. أصلاً التسميات بالفن التشكيلي هي تسميات مجازية، يعني تسميات للشرح، للشرح للتوضيح فقط. أما في الواقع تجد إحنا التعبيرية، الرمزية، الواقعية كلها موجودة في لوحة واحدة، أو قد ما تكون موجودة كلها. لذلك من الخطأ أن يضع الفنان نفسه في قالب ويقول أنا رسام واقعي، أنا رسام تعبيري، أنا رسام، لأنه في الوقت في عندما يرسم تحصل كل هذه التأثيرات. غرناطة هي الرمانة، وأصل تسمية غرناطة رمانة، اللون والقصيدة أو الكلمات التي أحاول أن أشير لها بشكل مبهم هنا هي جزء من القصائد، من إحدى القصائد الأندلسية المعروفة. طبيعة الشعر الأندلسي غنائي مع وجود الرمانة التي تعني غرناطة، مع هذا اللون الذي يذكرني بقصر الحمراء، أستطيع أن أقول أن هذه التفاصيل هي التي تكون اللوحة. إما أن أجد تحليلا مباشرا أو فكرة مباشرة، فلا أعتقد أن هذا ممكن. العرب في الأندلس من فترات رائعة جدا طبعا هذا التاريخ، إذا استثنينا نهاياته. في بعد زيارتي إلى قصر الحمراء وغرناطة وشبيلية وتوليدو واطلاعي على هذا التراث الجميل الراقي جدا، خرجت بمعرض كامل عن غرناطة أو عن الأندلس بشكل عام. أقيم هذا المعرض هنا في لندن قبل حوالي 4 أو 5 سنوات. هذه اللوحة الوحيدة المتبقية من هذا المعرض، تجد هنا تقريبا بشكل عام أنه تجد تفاصيل من الواضح أنه ممكن إحالتها ببساطة إلى فترة الأندلس، من الملابس، من الملامح، من الألوان. لذلك ممكن أن نقول أن هذا في هذا العمل أكتفي بالتسجيل، ونرجع مرة أخرى ونقول أن كل لوحة لها شروطها تبليها على الفنان، وعلى الفنان أن يحترم هذه الشروط.
قديما قالوا خير جريس للآلام كتابه، وأنا لا زال هذا الكتاب أنيسي. بصراحة الكتاب ينقذني من لولاه اللي تورطت بالهذيان. الرسام التشكيلي بالذات يختلف عن المسرحي أو السينمائي أو حتى الموسيقي بأن يقضي وقتا طويلا لوحده أمام اللوحة. عمل فردي بحكم كون العمل الفردي يحتاج إلى هذا التركيز، فنقضي وقتا طويلا مواجهين اللوحة، لا يبقى أمامنا سوى أن نتكلم مع اللوحة أو مع الفرشة. الذي ينقلنا من حالة الوحدة هذه هو هذا الجليس الكتاب. أنا فقدت في حياتي مكتبتين بسبب الأحداث والتنقلات وهذه، ومع هذا لم أستغني عن هذا الصديق الذي إن لم أكلمه يكلمني. لازلت أستطيع أن أقول أنه مهووسا بالكتاب، رغم أن الكمبيوتر ووسائل التواصل الحديثة التي ظهرت، إلا أن الكتاب تبقى له نكهته الخاصة، لمسته الخاصة، يكون له حضورا خاصا، شيء من الألفة بين الإنسان وكتابه. بالتأكيد هناك بعض التفاصيل، بعض الأوقات أو المواقع في اللوحة تحتاج إلى شيء من البحث والمراجعة. نجدها في المتحف، نجدها في على الكمبيوتر، لكن تبقى للكتاب أيضا تفاصيله الخاصة أو أهميته الخاصة. رغم أن هذه اللوحات الأصلية الجداريات الأشورية موجودة في المتحف البريطاني بشكل مذهل، لا نملك مثلها حتى في العراق، تصور فقط الكتاب متخصص بجداريات آشور، فيها الكثير من التفاصيل المذهلة التي لا يمكن تخيل أن إنسان بهذاك الوقت المبكر من التاريخ وصل إلى مثل هذه المكتشفات. أحيانا حتى وأنا أمر بهذه الجداريات في المتحف البريطاني أو مررت بها أكثر من مرة، لم أكتشف هذا التفصيل الذي اكتشفته بالكتاب، وبالتأكيد ستجده مذهلا إذا ما نظرنا إليه بالتفصيل. نحن نعرف أن العجلة اكتشفت في العراق في وقت مبكر واستخدمت في استخدامات عدة، في الزراعة، في الصناعة، في النقل، لكن في هذا الجزء من الجدارية نجد هذا الاستخدام العسكري، وكأنها مصفحة أو دبابة أو مدفع في قبل حوالي 5000 سنة. لذلك أقول أن الكتاب تبقى للكتاب قيمته، ومهما تطورت وسائل التواصل والاتصال إلى جانب الإلفة بين الكتاب وصاحبه، هناك أمور قد يغفل عنها الإنسان إلى ما مر بشيء، لكن يتوقف عندها بشكل صحيح عندما تكون في الكتاب.